نيجي البصل، نيجي طبعا نخش على الطبق التاني بتاعنا اللي هي المسقعه. نعملها مع بعض ازاي؟ فريق العمل الجميل بتاعنا مقادير المسقعه على الشاشه عشان نطلع بالاكل كله مره واحده. معايا لحم مفروم متعصج على النار جاهز، نسبه الدهون فيه تقريبا من 20 لـ 30%. معانا بتنجان متقطع ومتحمر وجاهز زي الفل. معانا كزبره خضراء، ومعانا كمان يا عم الشيف البصل والثوم اللطيف بتاعنا، ومعلقتين من الزبده، وما ننساش طبعا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. حلو قوي. مقادير بسيطة وسهلة، ولكن هنعمل طبق مسقعة بشكل تاني وبطعم تاني حتى وانت بتقدميه. ممكن تزين الكسرولة أو تزين الصينية اللي انت بتقدمي فيها. هنبدأ نشتغل في طبق المسقعة. بنجيب الكسرولة بتاعتنا. طبعا انت ممكن تحمر البتنجان ده مسبقا زي ما انت عايزة. واقفة بقى مع المسقعة. البعض بيحب المسقعة بالطماطم، والبعض مش بيحبها بالطماطم، بتبقى بلون اللحمه ولون البتنجان بتفاصيلها مع الخضره زي ما انت عايزه. بس احنا خلينا نضيف لها طبعا شويه صوص طماطم حلوين مع التقين على النار، ولكن عشان مشاكل الحموضه بتاعه الطماطم بنحط معلقه سكر مع صلصه الطماطم اللي اخدها جنب اللحمه المفرومه كده عشان تبقى كل حاجه معانا والتفاصيل معانا. حموضه في الطماطم، وجود معلقه السكر لا حموضه بعد اليوم. زي الفل، بحطها دايما معاكم وانا شغال. التخديعه دي مهمه جدا. لا، كان زمان ابويا الله يرحمه يقول لي وانا في ثانويه عامه: ما تاكلش تخديعه كتير يا واد. اقول له ليه يا حاج؟ يقول لي عشان دماغك ما تتقلش وتنام. اقول له يعني بعد ما اخلص ثانويه عامه اكل تخديعه؟ اقول له حلو الكلام، الزمن الجميل ده يا ريته يرجع تاني. ادي صوص الطماطم الجميل بتاعنا، بنحطه على اللحمه المفرومه اللي انا معصجها. الله، لونها بيتغير، طعمها بيتغير، شكلها بيتغير. وأقلب كله على النار. الطماطم المسبكة، تعالى كل مثلا كده ايه، طاجن مسقعة متسبك، طاجن بامية بالدمعة متسبك، طاجن سمك متسبك، بولتي بتاعنا الجميل خير مزارعنا، بعد ما تاكله بنص ساعة على طول بتحب انك عايز تعسل لك كده ايه نص ساعة وتنام شوية. هي بتتقل الدماغ، خلي بالك. شايفين صوص الطماطم اللطيف؟ نحط كمان شوية صوص طماطم. الله. أقول لك على حاجة حلوة وتقولي لجيرانك وحبايبك وناسك الطيبين، بصوص البولونيز ده طلعنا مسمينه بولونيز صوص، اللي هي اللحمة المفرومة بالطماطم، طماطم كولكسين. لازم يكون عندك ثقافة في كل حاجة وتقدر تخاطب كل حد وانت واقفة شغالة. البولونيز ده عندك اسباجيتي مسلوقة في التلاجة، تاني يوم بيها هتعملي طبق مكرونة مع صوص بولونيز، كده رحت على إيطاليا على طول. تالت يوم من الاكل لحمه مفرومه زي دي كده، عايزه تروح على المكسيك تجيب التاكو وتحط فيه لحمه مفرومه مع بيض مع خس، كده انت في المكسيك. شفت الشطاره وانت قاعده في مصر من الدنيا وعلى ارض الوطن، انتقلت لثلاث مطابخ عالميين. حلو الكلام. ادي اللحمه المفرومه، بنخلي ده على جنب، وعندنا البتنجان جاهز. بجيب بقى مغرفه صغيره كده وابدا يا عم الشيف اعمل ايه، احط صوص اللحمه ده كده في الطعم، عزاء سبايسي، بتحط قرن فلفل حار. بس لو حماتك معزومه بلاش بقى الايه المطبات وان احنا نحط فلفل حار، او قولي لها يا حماتي انا عامله طاجن مسقعه النهارده على طريقه المغازي، احط لك فلفل حار، انا عارفه انك بتحب الحار، حماده قال لي انك بتحب الحار. هكذا من القول وهكذا من الحديث بيولد فيه حب ويولد فيه انسجام ان احنا بنعمل الحاجه بحب. شايف البتنجان نازل ازاي؟ صوت اللحمة بيشجيني والله العظيم، شايفين ده كده؟ اخد الفلفل ده كده الرومي ده كده، يا ويلي دي لما تبرد شوية يا عم حسن تاكل صوابعك وراها. انا بعشق المسقعة الباردة بس من غير لحمة بصراحة يعني. وانزل بقى كده. حلو قوي. ناخد البتنجان التاني وانا شغال كده واحده واحده، طبقات طبقات. اللهم صل على النبي. والبتنجان الجميل ده قلب ابيض، بس قيمته الغذائيه، وهو اسود من بره، فانا مخلي السواد جمال، خلي بالك.
لحمه بالفلفل الحار ده ينزل كده، الفلفل الرومي على الوش كده، ونجيب اللحمه المفرومه بتاعتنا دي كده عشان يبان ان احنا عاملين مكلفين اهو، وتبقى كمان باينه للضيوف عندك انك عامله لهم مسقعه باللحمه المفرومه مش قرديحه يعني من غير لحمه. بس انا بحبها من غير لحمه. لما نيجي نتكلم بقى واحبها بارده، تروح اخش التلاجه تاني يوم تالت يوم اكلها بالعيش بتاعنا ده كده، تبقى لطيفه وجميله زي الفل. اشيل ده من هنا كده. ودرجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف، ونفتح الفرن ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. البصلايه في قلب الزيت ما جتش جنبها. يقعد النعناع الحلو ده كده زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع الشبكه بتاعت الفرن دي كده، نخليها في الوسط، ونيجي على اللوكيشن بتاعنا ده كده، مكاننا عند الفرن. اللهم صل على النبي. يلا الصوره الحلوه من داخل الفرن بتتكلم مصري، مع طاجن مسقعه باللحمه الضاني بتكنيك عالي من الخبره وطعم تاني مع بعض. حلو قوي. نخش على اللي بعده. عينيا حاضر. عايز تبص على اللي في الفرن؟ المال الحلال ربك بيبارك فيه على طول، خلي بالك اهو. شوف المسقعه بتتكلم مصري من قلب الفرن اهو زي الفل. حلو قوي. ايه يا باشا ايه الحلاوه دي؟ لا اوبا، والفلفل الرومي عامل عمايله. اقفل يا جميل، هو ده. طيب بيقول لي المسقعه، انا عارف انك انت عاشق للمسقعه من غير لحمه، عامل زي الشيف، بس هطلعها لك عينيا. عايز اشوف المسقعه ايه ظروفها. ايه رايك نبص عليها في الفرن قبل ما ناخدها على قد على السفره بتاعتنا، نشوف قبل وبعد. اللهم صل على النبي. قبل وبعد بالكرين الحلو، هتجيب البتنجان الحلو ابو قلب ابيض السليم اللي معانا على الكاونتر. عاجبك انت التفاصيل دي انا عارف قوي قوي، معانا كرين شاطر. اللهم صل على النبي. حلو قوي. اسحب اهو ده. شايفها وهي بتكتك في الفرن، ايه الجمال ده؟ دي عايزه رغيفين عيش من عروسة الشارع الجميل الحلو اللي بيبقى فيه رده ده كده وبألف هنا وشفا. يا ويلي هو ده. تفاصيلها على الشاشه، والصوره الحلوه على شاشه القناه الاولى تتحدث عن نفسها، وخاصه مع طبق المقبلات اللي عامله دلوقتي بمزاج عالي قوي.